افتتح سعادة وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف الإنارة المضيئة لبلدية المنطقة الجنوبية في الشوارع الرئيسية ضمن احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال السيد أحمد الخياط. وامتدت الإنارة التي توشحت بها شوارع الجنوبية من شارع ولي العهد بدءا من الكوبري حتى دوار الساعة بطول 3.5 كيلومترات شملت تزيين الأشجار الجانبية مع النخيل وأعمدة الإنارة في منتصف الشارع، كما ازدان دوار الساعة بعلم المملكة بعرض 8 أمتار وبطول 16 مترا علاوة على تزيين مدخل مدينة عيسى بدءا من البوابة وصولا إلى الدوار المطل على مبنى بلدية المنطقة الجنوبية. وكعادتها تحرص بلدية المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع المحافظة الجنوبية ومديرية أمن المنطقة الجنوبية والمجلس البلدي ووزارة الإعلام سنويا على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع بتزيين الأشجار والمعالم المهمة في الشوارع الرئيسة في المحافظة الجنوبية لمشاركة المواطنين في التعبير عن أروع صور الابتهاج والفرح والولاء للوطن الحبيب وقيادته الحكيمة. سرني اليوم وفي هذه الليلة المباركة في ظل احتفالات البلاد في العيد الوطني المجيد وعيد جلوس سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، أن أتواجد اليوم مع أخواني وأخواتي وكيل الوزارة لشؤون البلديات ومدير عام البلدية الجنوبية وأعضاء ورئيس وأعضاء المجلس البلدي للاحتفال في بدء هذه الزينة التي هي تعبير عن فرحة أهل البحرين جميعا والجنوبية خاصة بهذه المناسبة الوطنية. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ البحرين ويحفظ قيادتها ويديم علينا هذه الاحتفالات الوطنية أعواما عديدة، وأشكر كل القائمين على هذا المشروع الحضاري لإظهار الفرحة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة.